نحمد الله سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اما بعد، فان اصدق كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم اجرنا ووالدينا واحبتنا وجميع المسلمين من النار. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الاسره الجديده. نسال الله عز وجل ان يبارك في العروسين وان يبارك عليهما وان يجمع بينهما في خير. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقهما السعاده الزوجيه والذريه الصالحه. نسال الله تعالى أن يبارك في هذه الأسرة المباركة الطيبة، وأن يجعلها أسرة على المنهاج وعلى كتاب الله وعلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن تكوين الأسرة هذا منهج الأنبياء عليه السلام، كما سمعنا في هذه الآيات المباركات الطيبات من الدكتور خالد حفظه الله بداية سورة مريم، وتتحدث عن نشأة أسرة سيدنا زكريا عليه السلام. وهذه الأسرة التي اعتنى بها سائر الأنبياء، كما قال ربنا عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، بمعنى أن الزواج وتكوين الأسرة هذا من سير الأنبياء ومن هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فليس التبتل والرهبانية وترك الزواج ليس هذا من هدي المرسلين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صحح لبعض الصحابة الذي قال: وأنا لا أتزوج النساء. فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا هذا الرجل: وأنا، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن فالزواج هدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهدي أشرفهم وأعظمهم وسيدهم سيد البشرية محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، الذي تزوج ورغب المسلمين في الزواج، وبين في كثير من النصوص وكثير من الأحاديث مقاصد هذه العبادة العظيمة وهي الزواج. ومن هذه الآيات التي استمعنا إليها بعض مقاصد الزواج، ومنها الصلاح والإصلاح. انظر إلى سيدنا زكريا حينما تزوج وتأخر عنه المولود، دعا الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي فكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. إذن من المقاصد إنشاء الذرية الصالحة، فهب لي من لدنك وليا، ما قالش ولدا، كيف أيسر ولدا، ولكن هنا بين نوعية الولد، نوعية الولد بمعنى أن يكون صالحا، ذرية صالحة. شكون هو الصالح؟ شكون هو الولي؟ الناس إلا سمعتي عوام الناس، شكون هو الصالح؟ وناس كنا هو الوليد يقول لك سيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان، يعني اللي عليه القبر. ولكن ربي عز وجل قال لنا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شكون هما؟
لتفرط فيهما جوج ديال الشروط: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا لله تقيا كان لله وليا. إذا إلا كنت مؤمن ومتقي الله ومستقم على أمر الله راك ولي من أولياء الله. إذن فالولاية تدرك بهذين الأمرين: الإيمان التوحيد حقيقي بالله عز وجل، الارتباط بالله عز وجل، بمعنى أن تؤمن بالله ربا وحده في العبادة، وحده في الربوبية، وحده في أسمائه وصفاته: ولا أعبد أحدا غير الله سبحانه وتعالى. حقيقة الإيمان تتجلى في أركانه الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وشققنا هذه الأركان الستة باش نكونوا من المؤمنين. كل واحد فينا يشوف ميزان يوزن راسه بهذه الأسس: هل هي متحققة أم لا يزال يحتاج الإنسان إلى تقوية الإيمان؟ ثم التقوى: خوف الله في السر والعلانية. تقوى الله إلا درت راه الله هو اللي يجعلني بدين، إلا خليت شي حاجة راه الله تعالى هو اللي يجعلني نخليها. بمعنى واش ندير هذه الحاجة؟ لا بد نسول واش بغاها الله ولا لا. واش نخلي هذه الحاجة؟ لا بد نسول واش الله تعالى كيرضى على اللي خلاها ولا لا. إذا اللي كيجعلني ندير ولا ما نديرش ماشي حب الناس أو إرضاء الناس أو يتكلموا عليا الناس أو يرضوا عليا الناس، لا، هادشي كله تيجي أمر ثانوي، لكن الأمر الأصلي هو إرضاء الله عز وجل. هذا هو التقوى: خوف الله في السر والعلانية. فهذا هو اللي خصنا نولدوه، هذا هو اللي خصنا نتزوجوا باش يكونوا عندنا هاد الذرية الصالحة. يعني المقاصد ديال الزواج إنشاء أولياء الله، نولدوا أولياء الله باش نعمروا الكرة الأرضية، يعني بالذين لا يصلون والذين لا يقومون بمناسك الإسلام أو تعاليم الإسلام. اسمه عبد الله ولا يعبد الله، اسمه نور الدين ولا يستقيم على أمر الدين، اسمها فاطمة وتخرج متبرجة متهتكة يعني متعطرة ويعني سافرة عن مفاتنها. فلا ينبغي أن نكون بهذا الشكل، بل ينبغي أن نحقق التوحيد لله عز وجل ونحقق العبودية لله، وهذه العبودية ديال الله تعالى تظهر في العبادات ديالنا وفي المعاملات ديالنا وفي الأخلاق ديالنا وفي السلوك ديالنا وفي الزواج ديالنا وفي العرس ديالنا وحتى إلى قدر الله في الجنائز ديالنا وكل شيء. بمعنى يظهر أثر الإسلام. لأن الإسلام شنو هو؟ كلمة الإسلام في اللغة شنو هي؟ كلمة الإسلام تعني الاستسلام. الاستسلام لمن؟ الاستسلام والإنقياد والإذعان لله عز وجل. الاستسلام شنو هو الاستسلام؟ قال الله قال رسول الله. إذا أمرك الله تقول سمعنا وأطعنا، إذا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول سمعنا وأطعنا، هذا هو الاستسلام. سمعنا وأطعنا، ماشي ما جاتش على القناة ديالي أو لا هذه قاسحة شوية، هذه صعيبة، هذه كذا، ونبدا نتخير، نبدا نتخير من الإسلام، هذه جاتني سهلة مزيانة. وهذه كما قال واحد الأخ ديالنا كبير الحاج محمد، قال لك أنا مع شي واحد، فهذيك عرفتوا في البداية ديال الثمانينات كانوا الناس يعني جاوهم شي حوايج ديال التطبيق ديال السنة صعاب، ديال القبض ما كاينش، القبض ما كاينش، هادي ما كاينش، هادي ما كاينش، هادي. فهذاك الراجل قال لي كيسافر معاه اليوم وغدا اليوم وغدا، مرة كيطبق شي حاجة. واحد النهار قال لك بدينا كنصليو، وانا نصليو قلت له راه خصنا نصليو جوج ديال الظهر وجوج ديال العصر. اش قال له شنو هاد الحاجة جينا عندكم دابا؟ قال له هادي راه السفر، راه قايل الله تعالى كنتم مسافرين راه غتصليو الظهر في القصر أو التقصير جوج ديال الظهر وجوج ديال العصر. الناس تاد هاي التوفان هذه هي اللي لقيتوها زعما، هذه جات سهلة حيت فيها غير جوج وغادي تجمع الظهر مع العصر وغتمشي ثاني حتى المغرب والعشاء ودير ثلاثة وجوج صافي. هذا لا زعما هذه سهلة، الآخرين
صعيبي. لا الدين ديالنا ما فيه، ما كناخذوش بهذا الشكل هذا، نختاروا هذه سهله، هذه مزيانه، هذه واخا، هذه جات معانا، وهذه كل شيء كيبغيها، وهذا الشيء كل شيء كيفرح بها، كل شيء كيمشي للتراويح، كل شيء كيهز هذيك الزربيات الصلاه كيديرها فوق كتوتي يمشي للتراويح، كل شيء كيمشي كذا، كل شيء كيصوم، كل شيء كيدير الحريره، كل شيء هذا الشيء زوين. هذا الشيء هذا راه واحد المره كنقطع لنا واحد اسباني، اسباني يعني تزوج واحد المغربيه، بابا راه الساعه كاع هو اللي باع عليه البقعه وجا كيتقطع وداك الشيء. واحد ديك المده اللي كان كيتقطع لنا كنهضروا معاه في هذا الشيء هذا، زعما الالتزام بالاسلام، الالتزام بالاسلام. قال لك اودي انا توفير رمضان فقط، قال لك توفير. قلت له كيفاش انت دابا كنتي مسلم بدلتي السميه ديالك، كان سميتك كذا كذا وليتي سميتك حاكم بدلتي السميه وراك تصلي. قال لك اودي الصلاه ما كنقدرش نلتزم بها، ما كنقدرش نقول الصبح، وما بقاش ما خصنيش نلعب في الدين، نصلي غير الظهر والعصر زعما حيت النهار، والصبح اللي صعيبه نخليها. قال لك اللهم خلي كل شيء. قال لك ولكن رمضان عجبني الحال حيت فيه الحريره وفيه كذا وفيه كذا، ما خصناش نفطروا من الاسلام بهذا الشكل هذا. الله تعالى قال لنا يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، ادخلوا في الاسلام كاملا بعقيدته بعبادته بمعاملته باخلاقه بزواجه لا قدر الله حتى بطلاقه، كل شيء يكون وفق الشرع، اي حاجه يكون تدخل بالشرع، الزواج ديالنا يكون وفق الشرع، المعاملات ديالنا بالعشره ديالنا يكون وفق الشرع، كل شيء يكون وفق الشرع باش نكونوا ملتزمين بهذا الدين كله. هنا تكون وليا من اولياء الله، فالولاية تدرك بهذين الشرطين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. شوف هنا يا العلماء قال لك هذين الفعلين كلاهما يفيد الاستمرار في اللغة العربية. الذين آمنوا يعني كلمة الذين آمنوا هذا وصف، ماشي امنوا زعما في واحد الزمان واليوم ما امنينش، لا قال لك هاد الذين امنوا هذا وصف يفيد الاستمرار. وكانوا يتقون ما كيفيدش الماضي، كانوا يتقون في واحد الزمان ودابا لا، قال لك كانوا يتقون باستمرار. فهاد الصيغ يعني الاسم الموصول يفيد الاستمرار، وكذلك هاد كان في الزمن الماضي تفيد الاستمرار، بمعنى ان هذين الوصفين كيكونوا باستمرار، ماشي كنكون متقي الله في رمضان يدوز داك الشهر وهو تنولي رمضان صافي سنه فقير، رمضان ديال 27 جمعنا 1000 شهر، حنا راه كنسالوا الكريدي واحد ما يعاد الله العام الجاي، بمعنى حنا راه صافي يعني المعاملات ما كايناش، الاخلاق ما كايناش، الجمع ما كاينش، الاستقامه ما كايناش، وكذا حتى رمضان لا. لا، الذين امنوا باستمرار وكانوا يتقون باستمرار، بمعنى إلى قطعنا واحد المرسوم العمر ديالك كنلقى فيه آمنوا وكانوا يتقون، قطعنا واحد المرسوم الصباح ديال يوم الحد غنلقاو آمنوا وكانوا يتقون، العشية ديال الحد آمنوا وكانوا يتقون، قطعنا واحد المرسوم السيمانة الجاية من العمر ديالك إلى باقي في العمر كنقطعوا ذاك الطريق كنلقاو فيه آمنوا وكانوا يتقون، بمعنى الاستمرارية ما كتفيدش لحظة دون لحظة. طبعا الإيمان يتفاوت، هذاك يعني الإيمان آمنوا يقدر يكون واحد المرة طالع يقدر واحد المرة نازل، يعني الإيمان درجات كيطلع بالطاعة وكينقص بالمعصية، وكذلك التقوى كترتفع وكتنقص، ولكن واش كيتحيد كاع نهائيا؟ يتحيد كاع الإيمان نهائيا؟ الله يحفظ يولي إنسان ملحد أو كافر، أو لا تحيد التقوى يولي إنسان لا يخاف الله نهائيا؟ لا، إنما يزيد وينقص. فلذلك معاشر الأحبة هذا الزواج وهذا العبادة سبب من أسباب التقوى، سبب من أسباب الإيمان، سبب. سمع الشباب، الشباب الزواج سبب من أسباب تقوية الإيمان، الزواج سبب من أسباب زيادة منسوب التقوى وخوف الله سبحانه وتعالى، لأننا إذا ابتعدنا عن الزواج غيضعف الإيمان، كل شيء كيولي عندك بحال بحال، ما كاين مشكل، وحنا باقيين صغار وحنا كذا كذا، والتقوى كتنقص وكتضعف، كاين إنسان ملي كيدير واحد المخالفة وغدا كيدير بحالها وبعده كيدير بحالها، الإيمان تيضعف والتقوى كتضعف، فلذلك الزواج مفتاح للخير والبركة، الزواج مفتاح لتقوية الإيمان، الزواج مفتاح لقوة التقوى وخوف الله سبحانه وتعالى. ولذلك سادات البشرية الأنبياء عليهم السلام كلهم تزوجوا إلا رجلين، كل واحد ذكروا له العلماء سبب من الأسباب، يحيى وزكريا عليه السلام. يحيى مات صغير،
يعني وعيسى عليه السلام عفوا وعيسى عليه السلام رفع كذلك ولم يتزوج. أما سائر الأنبياء فكلهم تزوجوا، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهذا هو طريق الفلاح، وهذا هو طريق النجاح، وهذا هو طريق التقوى وطريق الإيمان. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ شبابنا ونساءنا وبناتنا ومجتمعاتنا، وأن يرزقنا وإياكم التقوى والإيمان والصلاح. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.